المتوقع إن شاء الله أن تبقى الأجواء باردة نسبيا إلى باردة مع تكون صقيع خلال الصباح والليل فوق مناطق الأطلس الجنوب الشرقي للبلاد هضاب الفوسفات والماس والمنطقة الشرقية، في حين ستكون الأجواء غائمة جزئيا بأقصى الشمال الغربي الريف السايس وشمال المنطقة الشرقية مع نزول قطرات متفرقة، أمطار ضعيفة أو ضباب خلال الصباح بمنطقة طنجة مع تكون كتل ضبابية بهضاب الفوسفات والماس زيادة عن هبوب رياح قوية نسبيا بالسواحل الجنوبية ومنطقة طنجة، بحر قليل الهيجان بالبوغاز عموما هائج إلى قوي الهيجان. درجات الحرارة الدنيا تعادل 9 درجات بكل من طنجة الرباط وأكادير، 11 درجة بالدار البيضاء، 8 درجات بأسفي، 7 درجات بمراكش، و14 درجة بالداخلة. درجات الحرارة القصوى تعادل 15 درجة بطنجة، 19 درجة بالرباط، 19 درجة أيضا بالدار البيضاء، 23 درجة بأسفي، و22 درجة بكل من مراكش، أكادير والداخلة.